السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عصرنا على طوب الكوبري ده او جلد الكوبري، طبعا هو لسه مكانه ما اتحركش، فان شاء الله كده الكوبري هتبقى موجودة قريبة جدا من المكان، وهنبحث عليها نشوف هي هنا ولا لا. دي كوبري يا جماعة حوالي 1.60 متر، هو طبعا الطوب مش كله الطوب معصر. ستوب. ده يا جماعة طوب تاني بتاع كوبرا تانية، ده غير الاولاني. الكوبرا دي اكبر من الاولانية. طبعا هو فيه جحور بتاع فيران كتير جدا، فهتاخد تعب شوية، وإن شاء الله هنحاول نجيبهم بإذن الله. الكوبري الحمد لله موجودة جوه الوكر بتاعها. خش يا مصطفى. ماشي مثلا اشتغل بالراحة عشان الكوبري ما تتعورش.
طبعا ممكن يكون دماغها نفس مكان الديل، ما ينفعش الواحد يحط ايده خلاص. اسحب كوره حملي قوي ما شاء الله. حلو عاش حلو عشان ما شاء الله. الكوبري طالع من البحر زي العام. الكوبري زي ما قلت لحضراتكم هي حوالي 1.70 متر. ما شاء الله. تم العثور عليها والحمد لله وربك سترها. هنشوفها في واحدة تانية، هنشوفها هي موجودة معانا ولا لا. 1.70 متر. سيبنا بيها دي الكوبرا التانية نفس الجحر. هما الاتنين لون واحد. طبعا بترجع لبيئة الأرض ألوان التعابين. ده جحر، جحر فيران وهم داخلين فيه. دماغها خفيف، دماغها بيبقى جنب ديلها بالظبط يا جماعه. بص ظهري you
بس عليا شوية. عايزين نجيب الصوت ده يا مصطفى. دي الكوبرا التانية. الله أكبر. طبعا يا جماعة دي أكبر من التانية. الله أكبر. يا جماعة حوالي مترين وعشرة سنتي او اكتر. ارمي يا عم مصطفى. دي التانية من نفس المكان. طبعا طويلة جدا. ايوه من فوق. ويا جماعة الكبرى الاولانية. صيد اليوم. واحدة مترين وعشرة سنتي والتانية متر وسبعين زي ما قلت لحضراتكم. هذا المنكرة هنا. لا خليك انت.
هولع. دي الكوبرا الأولى. ودي الكوبرا الثانية. سيب ده اليوم. واحدة 210 سنتي. أنا طولي بالظبط 185 سنتي أو 187. طبعا زي ما حضراتكم شايفين دي اللي هيعتبر في الأرض، وهي أطول مني ب 20 سنتي. بس يا باشا